هطلب منك طلب، انا زي ما اشيل اهلك في عيني تشيل اهلي في عينك، والصغير قبل الكبير، ومع احترامي لكل اهلي، امي ثم امي ثم امي. عروسة بعد كتب كتابها نزلت الفيديو ده وكتبت فوق أنا مش هسيب أهلي بالساهل، وظهرت في الفيديو والمأذون بيديلها القلم علشان تمضي ورفضت تمضي، وقالت له عايزة أقول كلمتين الأول، وكان الكلمتين بالطريقة دي وبأسلوب تحذير ومشهد مش متوقع، وأعتقد ملامح الحاضرين كانت واضحة. أنا واثقة في ربنا وفيك إنك هتكون طاير الذوب والسند والصاحب، ما ندمتش قوي إن أنا اخترتك، بل بالعكس كنت أنت أعظم وأحسن من قراراتي واختياراتي. لحد هنا والكلام كويس قوي، لكن اللي جاي هو المشكلة. هطلب منك طلب، أنا زي ما هشيل أهلك في عيني تشيل أهلي في عينك، والصغير قبل الكبير، ومع احترامي لكل أهلي، أمي ثم أمي ثم أمي. بغض النظر عن ان الكلام اللي قالته بديهي وكان ممكن يتقال بينهم وبين بعض قبل ما الناس تحضر وقبل الخطوبة من الاساس، لكن المشكلة في الطريقة، انك تأمري جوزك بالشكل ده قدام الناس من غير ما حتى تتخيلي هيبقى من جواه قد ايه مجروح، وازاي يعني شكله قدام اهله واصحابه والناس اللي موجودة دي، اكيد محروق طبعا. لو فعلا كنت بتحبيه هتخافي على شكله قدام الناس. الشخصية القوية عمرها ما كانت بالشكل ده ولا الاسلوب ده، ومليون بنت واكتر سابت اهلها واتجوزت واتفقت مع جوزها على كل حاجة ما بينهم من غير ما تشهد عليه اي حد، لانه لو هو طبيعته مش كويسة والله لو شهدتي عليه العالم كله مش هيفيدك بحاجة، لكن المنظر ده ما اعتقدش ان بداية علاقة كويسة، ولو هو تقبل الأمر عادي أكيد أهله مش هيتقبلوا الأمر عادي.